ما عندي مشكلة لما واحد يوافق على تعديل دوائر 5 10 أي رقم، بس أنت لازم تسوي عدل مساواة. إذا ما عندك عدل مساواة أنت قاعد تصادم مع قواعد دستورية واضحة وصريح. عدل مساواة، تكافؤ فرص. أي تكافؤ فرص، شخص يحصل على 10,000 صوت ويسقط، وشخص يحصل على 6,500 وينجح. ينجح. هذا أمر يعني قبل لا تحاسبني وتشدق في الدستور ما الدستور، أنت طبقه بعدين طالبني. أنا من الناس. هذا أنا في نقطة مشكلة النواب. ليش ما يدون فيها النواب؟ أنا في نقطة. إيه شوف. إيه ليش ما يدون فيها النواب؟ ليش ما يكون أحد أسباب استجواب هذه المادة؟ شوف شوف. إيه. لهم مصلحة فيها. نعم. لهم مصلحة فيها. من له مصلحة؟ النواب. شوف. أحد نفسهم. أحد أي فئة؟ المعارضين. المعارضين ولا اللي مع الحكومة؟ كلهم. كلهم لهم مصلحة. كلهم لهم مصلحة فيها. نعم. لما تجي الدائرة الثالثة وتنجح لي من 7,000 صوت أو 8,000 صوت، تجي الدائرة الرابعة أو الخامسة وتنجح من 20 أو 10,000 فما فوق. ليش النواب الخامسة ما ينادون بالسالفة هذه؟ ليش النواب الثالثة ما ينادون بالسالفة؟ ساكتين مرتاحين. مرتاحين على الوضع. يعني هذا مرتاح هذا مرتاح. هو للأسف العدل والمساواة موجود عندهم يعني. بتشيل مني منطقة منطقة هذه يمكن. الوضع الحالي أي شخص راح ينجح بالوضع الحالي وهو ضامن مقعده أو يعني الوضع الحالي قاعد ينجح. فصعب إنه يعني يحاول إنه يخرب على مصلحته. الوضع الحالي بالوضع الحالي وصل وصار نار. فأنت لما تطحي لكن العيب إن الحكومة لما تطرح شغلة ما فيها عدل مساواة. بعدين يجوا يقول لي طبق الدستور. أنت طبق الدستور على عدل مساواة، طبق دوائر. أنا أتمنى من المجلس الحالي إنه يتبنى تعديل دوائر. سو أي دوائر أي عدد، أنا ما عندي مشكلة في عدد الدوائر. بس توزيعكم عادل. بس لازم يكون الأرقام متقاربة ويكون في شيء منطقي. يعني أنا أتمنى أن في قاعدة بالنسبة لي إن أجمع عدد الناخبين في الكويت كلهم دائرة الأولى والدائرة الثانية والثالثة. قسم على 5. وقسمهم على عدد الكراسي اللي هي 50. وبناءً عليه وزع هذا عشان أنا يا المواطن العادي يعني أقول إن نعم في تطبيق الدستور وأنا ما أقدر يعني أنا إذا طبق يعني تعديل الدوائر بشكل عادل أنا أول من يحارب التشريعات. أول من حارب التشريعات بس بشرط إنك تضمن. أنت مع التشاوريات آخذ تغريداتك مع التشاوريات. أنا مع التشاوريات في الحال هاي إذا تحط لي 113 ناخب مقابل 45 أو 46 ناخب في الدائرة الثانية أنا أرأي نعم أنا راح أرتب نفسي وراح أرتب صفوفي لأنك يعني أنت ما احترمت القانون اللي أنت طالبه. لكن هذا مجرمة التشاوريات تعتبر مجرمة. شوف شوف نعم. مجرمة نعم صح. خالف القانون الحين. شوف 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 خالف القانون وخليه يوافق على الدستور وبعدين يطالبنا. من اللي يوافق على الدستور؟ الحكومة والمجلس. انت الحكومة ما لها شغل هاي السلطة، احنا الحين قاعد نتكلم على القضاء. شوف شوف ما لها شغل سلطة تنفيذية، القضاء اللي جرمها. القضاء صح ولا لا؟ شوف شوف القضاء ما في محكمة دستورية. محكمة دستورية تعتبر القضاء؟ المحكمة الدستورية هي اللي تفصل بين السلطات. أي اختلاف بيني وبينك اللي يحكم عليه المحكمة الدستورية، حكم المحكمة الدستورية صحيح، لكن أنا أقول لك اللي دشوا تشاوريات وكذا دشوا بدافع إنه ما في عدل. أنا أبي أنسق وأبي أحاول. والآن يحاربون تشاوريات وأيضا في نفس شوف نفس شوف نفس هم النواب التشاوريات يحاربون تشاوريات. احنا شوف شوف شلون 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 تفسر هذا أبو جمعة؟ شلون تفسر النواب التشاوريات؟ قاعدة كبيرة. نعم. قال لك خلاص ما بتشاوري. بعضهم اللي ما عنده قواعد رجع للتشاوري. رجع للتشاوري. رجع للتشاوري. نعم. موجودين في الدائرة الخامسة، موجودين في الدائرة الرابعة. نعم هذا. وعندنا في الدائرة الأولى البعض نادي في التشاورية لأنه ما عنده قاعدة. نعم. يبي ينجح من قبيلته عقب ينزل عند العالم عشان نعم. يكسب أصوات الناس. يعني هذا السؤال ممكن جرنا في الدائرة الأولى الحين، أسباب سقوط مرشح قبيلة العواز في الدائرة الأولى من وجهة نظرك كونك في من الدائرة الأولى. الناس تقول حسد. أنا أقول مو حسد. شنو؟ أسباب سقوطهم طال عمرك. يكون تويتر أسباب سقوطهم. تويتر والله مصيبة كارثة. آه. أسباب سقوطهم. عدم التركيز والتوجه إلى 3 أو 2 أو 4 أقوياء وتضمن أنهم يجيبون من جميع شرائح المسلمين. ثاني شيء اتفاق حدث مع السلف هذا اللي سقط. نعم. هذه صارت ثورة ضدهم. كان موجود ما يدري. وكان موجود 2009 حدث والسلف. لا ما اتفقوا نفس اتفاقهم السنة هذه لأن السنة هذه بين في جميع الدوائر. في جميع الدوائر لدرجة أن النواب الحين كلهم حدث السلف. نعم. يعني تقريبا اعتقد 21 واحد هم حدث السلف المطاعم الموجودين. بس هذا ايضا هذا كرسيين يعني حدث السلف كرسيين كراسي الثانيه الشيعة. انا بس احب على كلام ابو جمعان من الخطا انك يعني تنسب فشلك في تحالف غيرك. يا اخي انت تقدر تضبط وتقدر تنسق وتقدر تضبط امورك. يعني انت هذول ناس من الخطا انك شنو؟ انك تنسب فشلك على نجاح غيرك. وهم نسقوا وضبطوا قواعدهم وقدروا ينجحون. انت ليش ما نسقت؟ انت ما نسقت، انت نزلت 9 مرشحين
مشتتين في يعني اتجاهات مختلفة، توجه شعبي، توجه قريب من الحركة الدستورية، توجه يعني اختلافات. ما عندك يعني حتى الأسامي اللي كانت مطروحة وكانت قريبة من النجاح لم تدخل البرلمان، ما عندها قواعد، ما عندها قواعد. فكان يعني بالنسبة لي كان سقوطهم كان واضح، كان واضح. إذا نسق غيرك أنت ما نسقت، ما تجي ترمي يعني فشلك إن أنت ما قدرت تنسق على إن غيرك نسق. يعني عدد غيرك نسق ونجح، مو ذنبي أنت ما نسق. غير يتبع حركة، غير يتبع حركات، حركات لها تاريخ، لها عمق سياسي. إحنا حركات لا عندنا حركة ولا عندنا مكان يجتمعنا، ولا عندنا مكان نقول ان مثلا فلان قوي وفلان ضعيف. بس عندك عندكم عمق تاريخ ايضا من عندنا عمق من 60 من 61 وانتم ما خسرتوا ولا عندنا كرسيين واخذنا يمكن اربع مجالس او ثلاث مجالس خمس كراسي ورجعنا الى كرسيين الى 2009 اللي هو انحل مجلس ب 2011. لكن الحركه اللي صارت ثوره اللي جتنا من العربيه على ما قال اول الربيع العربي ترى حاشنا منه طشار اللي هو تحالف السلف وحدث. هذا مشكلتنا، هذا اللي أثر علينا. إحنا كانت بنشتت أصواتنا، فعلا بنشتت أصواتنا، ما نسقنا ولا رتبنا صفوفنا ولا نقدر نسوي فرعية ولا تشاورية. هذا أخوي جمعان، هذه مشكلة جمعان يعني ما عليه. بس أبو جمعان، أبو جمعان بس لو كان عندك أنت مرشحين عددهم يعني خلنا نفرض أنه خمسة، وجود التحالف هذولا أنت راح تنجح أكيد. أي أنت تنجح أكيد. أي معناته أن فشلك مو سبب أنه هم سووا تحالف، هم سووا تحالف لهدف. طبعا أنا برأيي أن هذا يعني التنسيق اللي بين الإخوان وبين السلف كان تحت يعني تحت رعاية حكومية، لأن النواب الشيعة تحت رعاية حكومية. تحت رعاية حكومية. ليش السبب؟ نعم. لأن النواب الشيعة كانوا هم الحليف الأول والرئيسي لرئيس الوزراء السابق. فأنا يا رئيس وزراء جديد لازم أفك التحالفات القديمة، لازم أقلل عدد نواب الشيعة. بس مو جديد أنت رئيس وزراء، أنت كنت من ضمن الوزراء عشان أنا أقدر أستمع. فهذا التحالف كان متوقع وكان يعني مقبول وكان عادي. أنت ما نسقت، أنت منزل تسع مرشحين يعني أسامي بعضها يعني بعيدة كل البعد عن نسبة النجاح. أنت شتت نفسك، أنت لا تتحمل غيرك خطأك، أنت خطأ، هذا خطأك أنت لازم تتحمل. يعني هذا انتقاد من الدار الخامسة الآن للدار الأولى، وإن شاء الله ليش ليش شتت يعني نفسك وشنو الحل؟ صدره مسيح إن شاء الله. شنو الحل؟ أنا والله ما شتت نفسي ومبينة بالنتائج إن صبينا أصواتنا على ثلاثة تقريبا أو ثلاثة، وهم اثنين اللي هو وسمي الوسمي ومبارك الحريص تقريبا اكتسحوا ما شاء الله عليهم، يعني زين اصوات. محمد الهديه يفرق عنهم صوتي 2000 صوت، بعدين عاد البقيه تاتي بعد محمد الهديه. الاثنين هذولا هم اقوى اثنين عندنا ومرشحين قدامى ولهم باعهم وتاريخهم في السياسه، لكن ما قدروا يوصلون. السبب اللي صار تكاتف حدث والسلف فقط، هذا اللي السبب. مركزين على تكاتف حدث والسلف هو اللي طيح. في ناس تقول لك على مسجات اولى، مسجات اولى يمكن في بعض الشباب أثرت عليه يمكن، أما أنا وعارف كذا واحد والله ما أثرت فينا، وعارفين الإشاعات اللي تطلع تصدر من الساعة 4 العصر إلى الساعة 7 بالليل، هاي عارفينها. كل الانتخابات تصدر إشاعة لازم ركزوا على فلان واخروا على فلان عطوا فلان. ليش ما اتجهوا إلى تويتر، اتجهوا إلى رسائل ما رسائل؟ ما كانوا فاتحين تويتر الظاهر، والكل مشغول في المدارس والتصويت وانتخابات، هذا وديها له هذا يجبها. بس هذا مو عذر الدار الاولى، احنا مو عذر كنت تخسرون كراسيكم، يعني ما هو عذر تلقي مثلا اللوم على تحالف او تكاتف تسلف الاخوان. لكم كرسي عقل كارثه، لكن هم نبارك الاخوان اللي نجحوا ما شاء الله من خير الشباب اربعه. نعم، وكلهم يعني اصحاب خبره ويمكن فيهم دكاتره. بارك الاربعه ولا العشره؟ تبارك الاربعه اللي هم بدال يعني مقاعد العوازم اقصد. أما ثاني مقاعد الإخوان الشيعة، ونعم والله فيهم وكويتيين مثل ما قلنا ولهم الحق فيه. أهم شيء الطرح الطائفي إحنا الكل ينبذ الطرح. وهذه نقطة قبل شوي نسيت أذكرها على تويتر، الطرح الطائفي اللي قاعد يبث إشاعات على الشيعة والسنة، الشيعة والسنة. أنا أقول الله يبارك فيكم اثنين، يا اللي قاعد تطعن في الشيعة ويا اللي قاعد تطعن في السنة. يطلع مجنون في الشيعة يطلع لا معتوه في السنة، هذا يضرب هذا وهذا يضرب هذا. ارجع يا اخي لتاريخ البحرين وشوف ايش صاير فيها لليوم. لليوم والبحرين تنزف نفس طائفي، تنزف دم. لمتى يبي ينقلونها عنده هني؟ احنا ما نبيها. بس البحرين ترى قضيه راح نتطرق لها احنا بعد شوي، اللي هو البحرين وايضا الشعب السوري، عشان صحيح ان في نواب يدافعون عن البحرين وفي نواب يدافعون عن الشعب السوري. لا اتراغل. هذا النتائج شنو؟ نتائج بث الفرقه بين الشيعه والسنه. عناد. تحول النواب. للعلم قبل تويتر ترى، يعني البحرين قبل تويتر ومن زمان، ومن يمكن 88 صار عندهم اضراب وصار عندهم انقلاب وصار عندهم مشاكل، يعني من زمان، مو الحكي مو من تو جديد.
لكن تدخلات بعض النواب ويثير الشارع وياخذ وياه جمهور وهذا يروح سفارة وهذا يروح سفارة، هذا يهدد سفارة سورية وهذا يهدد سفارة بحرينية، ولا متى يبون حرب طائفية يبون حرب ليش ليش هذا كله؟ أنا بس عندي مداخلة بس بالنسبة للطرح الطائفي، لا شك إنه يعني الطرح الطائفي أثر يعني بشكل كبير على مخرجات مجلس الحالي اللي هو مجلس 2012. يعني كل تشدد أو كل تطرف في اتجاه معين راح يقابله تطرف وتشدد في الاتجاه الآخر، وهذا للأسف يعني راح يخسر الخاسر الرئيسي هو الكويت. لما يصير طرحك طائفي ويكون أنت تنجح بس عشان تعاند فلان وتعاند فلان، هذا أمر يعني للأسف إنه سيء. للأسف يعني نتائج الانتخابات الأخيرة يعني كانت فعلا يعني فعلا يعني مجلس متطرف في اتجاهاته، اتجاهات متطرفة في جميع الاختيارات. وللأسف يعني احنا نتمنى انه يعني يكون طرحهم داخل القاعة وداخل التعاون مع الساحة السياسية اخف حدة، وهن يهدون الشارع، وان الاحتقان هذا مو له مو مصلحتنا ولا من مصلحتنا. نعم. الخاسر الكبير هذا يعني ان شاء الله بالمجلس يتغير، لكن مجلس 2012 صار فيه خمسة يعني سمي بالخمسات، دار يعني خمس دوائر وخمسة قبائل من كذا وكذا وخمسة كذا وخمسة سلف وخمسة حدث. حدثنا عن الدائرة الخامسة. الدائرة الخامسة شو اللي صار فيها؟ من ناحية يعني من تجمعاتها من شوف اللي حصل فيها الآن. المفاجأة بالدائرة الخامسة كانت الأرقام اللي حصل عليها يعني خالد الطحرس، يعني كانت أرقام يعني جدا عالية في دائرة قبلية ودائرة التشاوريات بالدرجة الأولى. يعني وانت حلنا يعني بالعكس هذا شيء يعني يعني ترى خطوة إيجابية إن العالم ما تصوت بناء على قبيلة أو بناء على يعني طائفة أو شيء. نتمنى ان يعني الطائفه يعني القبليه تخف كل ما تحس يحس الانسان انتماء لوطنه اكثر من قبيلته امر ايجابي. اي واعتقد ان مواقف خالد طحرس مواقف النائب فلاح الصواغ هي اللي رفعت اسهمهم، ومقابله انه كان فيه يعني تحالف اربع قبائل وكان تحالف يعني هش، كان تحالف هش وكانت الفرعيات باتجاهين كانت مختلقه في توجه كانت مخترقه، وهذا يعني ترى امر زين. لكن احنا ينقصنا ارجع واقول ينقصنا العداله في توزيع الدوائر. نرجع لا احنا عداله توزيع الدوائر هذا من نواب مجلس الامه هم اللي يشرعون القانون الجديد في تعديل الدوائر. لكن ذكرت فلاح الصواق وخالد الطحوس اخترقوا يعني الدائره الخامسه بشكل كبير اكتساح كامل، وهم ايضا كانوا نواب تشاوريه. نعم. يعني وانت من الناس تأيد التشاوريه. شوف انا ايدها ما دام انه ما في عدل ومساواه في الدوائر انا ايد التشاوري. انت اذا تطرح بس مو مبدا هذا عشان ما في عدل انا ما ايد يعني هذا مو مبدا انت نفسك لما تطرح طرح وتقول تطبق الدستور انت نفسك ما تطبق الدستور، انت خلتني انا اعطيتني ذريعه اني انا ما امشي مع كلامك. انت خل كلامك موافق مع فعلك، سو عدل وانا معاك، انا الغي التشاورية ما عندي مشكله. بعدين ترى التشاورية بس لا مو مبدا هذا ابو يحيى يعني اسمح لي لا لا تربط الدائره الدوائر الخامسه. التشاورية في الدائره الخامسه ترى تحمي من مخرجات المال السياسي، اذا لغيت التشاوريات ما راح ينجح الا المال السياسي، وهذه ما راح تكون خساره لنا احنا، راح تكون خساره للبلد. المال السياسي موجود سواء في التشاورية او غير التشاورية. اي يعني بس انت تفتح له مجال، انت تسهل في خروجه اذا ما في تجمعات كبيره. انت يعني معناته انه راح يشتري عدد قليل كافي من المجال. نعم. اي احنا ما نبي نوصل للمرحله هذه. انت سو انا اتمنى من المجلس هذا انه يعدل الدوائر، وان شاء الله اذا عدل الدوائر بعدين في نقطه ليش في نقطه ما زي مجلس 2009 في عدل لا 10 او دائره شوف هذا شوف يعدل على اي شوف الدائره هم يعدل على الخمس و شوف مجلس احنا ما بنروح نرجع سنه ورا 2009 الدائره الوحده التعارض مع الدستور، لأن في مادة صريحة أن الدوائر الانتخابية تحدد بقانون وقال الدوائر تعدد الدوائر الانتخابية مادة واحد ما يمدي الدستور. أنا رأيي الشخصي أنا أشوف أن دائرة غير دوائر، فالدائرة الأولى راح تحتاج تعديل الدستور. إذا فتحت باب تعديل الدستور راح تجرنا على أمور كثير. يعني في حاليا في ناس طرح تعديل المادة الثانية مع أنهم هم يدرون يعني عندهم علم مسبق أن المادة الثانية راح ترفض من قبل النظام، وإحنا عندنا سابقة أنه رفض وافق مجلس الأمة على تعديل المادة الثانية وصعد الأمر لصاحب السمو ورفضه. فأنت لا تجي تعيد نفس الموضوع، أنت لا تجي ليش مو زين تعديل المادة الثانية مو زين؟ لا إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا زين وزين بعدين عندنا لا والله مو زين عندي مشكلة شلون مو زين؟ شلون مو زين؟ خلنا نسمع ما علي بس خليني أوضح رأيي. عندي مشكلتين في تعديل المادة الثانية. أول شيء إنها باب لتعديل الدستور كله. وش اللي يمنع؟ التعديل هذا تضمن انه يكون مزيد حريات ولا لا؟ انت حين تملك مجلس شوف 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 تملك مجلس اذا حطيت نعم. اذا حطيت يرفض تعديل الماده الثانيه ويرفض مزيد من الحريات
اكيد بامكان الرفض الرفض مجلس الامه هو اللي هذول بيعطون هذول المساواه على حساب الشعب. لا طبعا ما نبيه لا يرفض الماده الثانيه مقبول بس انه مزيد الحريات لا احنا امين امير الدبلوماسيه ودائما يكون انت ما عنده اي مشكله انك تنتقد اي انتقاد بس انه يكون محدود الادب. هذا احنا عندنا اصلا الشرط الاساسي تعديل الدستور هو المزيد من الحريات. فانت اذا عدلت يعني تشك في النواب الان مثلا انه ما يعطونك حريات اكثر. شوف مفهوم الحريات الكل الكل راح على المجلس هذا المجلس قوي ومجلس كله معارضه فمستحيل يكون النواب المعارضه يتخلفون مع حرياتك و... شوف انا اختلف على موضوع ان مجلس هذا مجلس معارضه. انا اختلف فيها. المجلس هذا يحتوي على 62 يعني تقريبا 52% تغيير وفي عناصر جدد واجد. فانت شلون تحكم علي ان هذا معارضه او حكومه؟ بعدين انت لما تذكر كلمه معارضه لازم تذكر ان هذه معارضه على شنو. لازم تذكر لي ان شيء معين تحدد لي. انا ما اصير معارضه على كل شيء. لازم تحدد ايش انا معارضه على شنو. زين ابو يحيى احنا سمعنا ترى تعديل الماده الثانيه بالانتخابات هل هي كانت مطيه للوصول مجلس الامه فقط وانتهاء؟ لا شوف لا احنا ابو يحيى عندنا وقت احنا اعتقد اننا بنجاوز الوقت هذا لكن بسريع عشان بنتغل على في اسئله كثيره من الاسئله. تعديل الماده الثانيه فيه ناس كانت مطيه في يعني في ناس من المجتمع يأدون شيء هذا ولما تخرج ناس تأيد القواعد الانتخابيه هذه كان امر طبيعي عادي. نعم. يعني كان امر عادي ويعني كان امر يعني ما هو غريب او شيء عادي اني انا شخص اسلامي يطرح تعديل الماده الثانيه امر مو مستحيل ضد حدا اسمه امر يعني. شوف انا ضد اكيد ان كل شعبي ضد حدا. شوف لا انا ماني شعبي على كل شيء وماني ضد حدا. ميولك شعبيه. شوف اذا الشعب اذا اي شخص يطرح طرح قريب من الشعب قريب من المصلحه العامه انا ما عندي مشكله. انا ما اوافق اي شخص على طول خط ولا اعارض شخص على طول خط. عطني الموقف عطني التوقيت وانا اقول لك انا محاوله ضد اما نعم. ان يكون مضاد ضد على طول هذا خطا. نعم ابو جمعان احنا اول شيء خلينا ناخذ الاسئله كثيره عندنا من تويتر اسئله كثيره لكن الحل في ارجاع كراسي الاولى او عوازم الاولى. الحلول واجد حل نبي ما نبي حلول. والحلول الواجد ما استخدمتوها في الانتخابات ما استخدمها لانها بعد الانتخابات. ومتى تستخدمها؟ نستخدمها ان شاء الله الانتخابات بعد 4 سنوات. شنو عطني حل من الحلول من وجهه نظرك انت يعني ما نبي وجهه نظره انا بوجهه نظره ما ودي اتكلم عنها لان انا ما امثل الدائرة الاولى. لا لا ابي وجهه نظرك انت تمثلنا فيها ما شاء الله يمكن انت تمثل نفسك تمثل نفسك الان. امثل نفسي الحل اللي عندي تشاوريه ينزلون لو يبون 20 رجال. نعم المره الجايه راح ينجحون 2 بدل 1. شلون 20 رجال احنا 10 ما نجح ولا واحد. راح يكون في تكاتف وراح يكون في توجه وراح في تركيز رسمي وراح يعرفون من القوي ومن اللي جاب من برا ومن اللي يقدر يجي من برا. لنا 4 سنين نقول في توجه ينجحون 2. لا 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 والان لا توجه ما نجح لان كنا على ساعه. اما الحين جرب والتجربه هذه خير بره وراح تشوفون الانتخابات الجايه. انا عندي تعقيب على كلامهم لو ينزلون 20 رجال راح ينجحون الانتخابات الجايه يعني اثنين. اذا هم نزلوا 9 ما نجح احد. ما نجح احد لا لا نزلوا 10 او 9 نزلوا 10 وما نجح احد. فانت يعني من الخطا انك تكرر يعني من الغباء انك تكرر نفس الخطا في الانتخابات القادمه. تنزل لي 20 وتقول لي ناس ينجحون هذا امر مو واقعي. انت ما تحاكي الواقع. انت مطلوب منك تقليل عدد المرشحين ما تقدر وإن مو كيف ان الناس مو كيفك. انا برشح نفسي وفلان برشح نفسه وفلان برشح نفسي رشح يجوني نفسك. مجموعه قدروا عليها الدار الخامسه قدروا عليها. لا قدروا عليها بالخمسه الدار الخامسه الفرعيه التشاوريه الفرعيه. رشح نفسك لما يكون عندك يعني حظوظ للنجاح. احنا كان في بعض الاسامي في الدار الاولى كل الناس اللي يشوف نفسه الاول الكل يعلم ان هي مو قريبه من النجاح. هي ليست قريبه من النجاح. انت ترشح انا بنزل انا ارى اني انا عندي 7000 صوت او عندي قاعده انطلق منها من 2000 صوت تمنعني مو كيف كيف تمنعني ما تعرفني. انا ما امنعك اجي انا ولا شباب توهم جيل جديد توه صاعد توه متكلم توه متحرك. لا لا انت ما ترشح وانت ترشح مو كيف. لا زين الان ابو جمعان انا برشح لك برشح لك ديمقراطيه. اذا استمريت باي شكل من الاشكال وزدت عدد المرشحين راح تصل لا 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 راح يصير تركيز راح تصل الى نفس النتيجه باذن الله راح تصل الى نفس النتيجه. من اللي يجيب من برا بس في ابو جمعان ابو جمعان في توجه دواوين الدار الاولى تنادي لي التركيز او وفي بعض الاخر نادي الفرعي او التشاوريات يعني في الان انقسام عندكم شلون تحلونها؟ الدار الاولى ولا نجاج 20 ولا اكثر من 10 ايضا في هناك انقسام يعني ماكو اي حل يعني يسترجع كراسي قبيله العوازم الدار الاولى. اعتقد ان في حلول بس هذه يعني تامه اعتقد تستعينون في الدار ما نبي قاعد احنا
نقول كل شيء لا لا لازم تستعينوا في الدالة الخامسة من أجل إنقاذ لا لا مشكورين ليش؟ خبراتكم لكم خبرتهم نجحت نجحت خمسة نجحت خمسة لا بننجح إن شاء الله ربعنا وبيرجعوا إن شاء الله بكل قوة وتشوفونهم إن شاء الله وتباركوا لهم السنة الجاية نعم ويمكن يمكن نهاية السنة هذه يمكن نهاية السنة لا أتوقع نهاية السنة هذه ليش؟ أتوقع متشائم ليش يكون في انتخابات متشائم من المجلس أي والله متشائم ليش؟ مجلس لحد الآن يعني حتى أمس السعدون يلا اتفقوا سلف وياه نعم كلنا نبي مصلحته حط لي فلان عطني فلان تشاؤم مو على رئاسة المجلس تشاؤم من المجلس أداء هذا الحين هذا بلش برئاسة المجلس هذا كل سنة موجود وداخل كثرتهم راح تفرقهم كثرتهم شلون كثرت المعارضين كل مجلس 50 ناخ اللي هم الحين يتكلمون عن المعارضة كأنهم داشين كل المجلس الحين تقريبا 3/4 معارضة لا مفهوم اللي يشوفه معارضة معارضة عندك شنو إيه ماكو معارضة لا مفهوم المعارضة أول شيء مفهوم المعارضة شنو خلني أقولك معارضة تعارض على مثلا خطة تنمية بنعطيها فلان عشان يبني كذا لا 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 لجو الدنيا ردوا انزين ندخل القانون الفلاني ما يبون يمشون التنمية خرجت من المجلس في أغلبية ما يبون يمشون ما يبون يمشون ما يبون يمشون القوانين ما يبون يمشون الحين يبي يفرضون رايهم لا شوف طولي بالك الحين يفرضون رايهم المعارضة السابقة خلنا اسمع رايهم خلنا أقول لك بيعدلون مادة ثانية من الدستور على أي أساس يقول لك احنا خرجنا من رحم الشعب ما راح ينجحكم مرة ثانية عدلتوا ما راح ينجح شنو دليل وحتى لأن أصلا يبيها 44 صوت في داخل المجلس لا انت موافقة من سمو الأمير يقول الشعب انه ما راح ينجح يعني بسبب المستحيلات قاعد يضحكون الحين انت تكلم عن شيء مستقبل انت تكلم عن شيء مستقبل يمكن لامس الدواوين ما تكلم عن شيء مستقبل هذا اللي يبونه تكلموا أثناء مقراتهم وتكلموا حاليا نعطيك الرئاسة بس أنا توقف فيها على شو اسمه على تعديل المادة لا هذا كلام. انت كونك تقول اهم من الحين بدأت اخذ عطني وعطني مساومات انت تقول انه راح يصير سكتور لانهم طالبوا وفوق هذا حطوا ترى اسم يعني واحد ما بيذكر اسمه خلى في منصبه عشان نعطيك احنا يسر مستقبل مرفوض انت ما تدري شنو المستقبل انت ما تدري اذا قواعد مستقبل ما في معارضه صار احمد سعدون رئيس الحين اعطيك اياها كاش لا بالعكس اذا صار احمد سعدون رئيس انا اختلف وياك طول بالك طول بالك راح يصير معارضه خلنا ابو الجمعه خلنا نتكلم في واقعيه محمد جويهل معاهم ابي الفضل معاهم الشايع هذول ايش يمثلون؟ هذول يمثلون ربع محمد الشايع الشايع مو الشاجي الشايع الصقر الشايع مو الشاجي لا نبي لا حاليا هذول الشايع عفوا مو الشايع العدساني نعم احنا ما نبي نحط خطط خطط هجوم ودفاعيه لا نبي نتكلم بواقعيه انا ابي اوضح نقطه يعني هذول معارضه على شنو؟ يعني ترى طبعا شيء اساسي ان الموالاه للرئيس معارضه لاجل المعارضه لا مو لاجل بس مو لاجل انا ما اتكلم عن المعارضه ما تبين تصحى اتكلم عن جده اللي بيجون جده الحين وزراء السابق متحالف مع الحكومه متحالف مع الشيعه وحاليا الحين شيء طبيعي انه راح يكون نواب الشيعه راح يكون ضد شو اسمه الرئيس الحالي جابر المرتضى لا ليش؟ انت من الحين راح تشوفهم معاك في ناس غيروا قناعاتهم بالمجلس النواب في هنا في كثير نسمعنا في اموال راح تضخ كثير من القناعات تتغير بناء على مصالح شلون تغير قناعات بناء على مصالح انا مصلحتي وين يمشي معاه في قناعات كذي واجد احنا سمعنا في مال سياسي راح يدش شوف مال سياسي موجود وموجود سابق يغير قناعات موجود سابق يغير قناعات قبل وراح يستمر احنا عندنا لا يدركنا الوقت نغير قناعة على المال السياسي اي خير طموح ابو جمعان هل هذا طموح المجلس الان او طموح الشعب في هذا المجلس لا طبعا تطمح الاكثر اي بالله اطمح الاكثر اكيد والرئاسه تبيها حق منو الرئاسه من وجهه نظري لان في اتهام من الدالة الخامسة عليه قالوا حق الجويل تبيها يهجمون عليه الدالة الخامسة بالعكس احنا نتقبل كلها وين تبيها الرئاسه ما بيها للسعدون ياخذها اللي ياخذها انا عارف اقول لك ياخذها ياخذها ما بيها للسعدون ما تبي السعدون لا السعدون قضب رئيس لجنه الاسكان اكثر من يمكن 10 سنوات ما عمل شيء ولا سوى شيء فوق هذا اكثر الحين اللي في تويتر واكثر الشباب اللي قاعدين ينتقدون بحماس ويتحرك والعضو الفلاني والنائب الفلاني وفلان ما سوى شيء فلان وقف يا رئيس فلان وقف ويا سريه فلان وقف يا ما شنو زين روح الله ليهيكم حق اللجان شوف اللي حضر وما يحضر منه نوابكم هذول مو قاعد يحضرون اصلا اللجان ولا قاعد يشرع ولا يدري في المجلس قاعد يصير احنا مو قاعد نشوف هذا يجي الساعه 12 الظهر بعد الصلاه يوقف عند الميكروفونات لا 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 يهد الدنيا مع السلامه طلع ركب سيارته حرام يا سلام
هذا صوت مطلوب الان في الشارع ترى على هذا واقع واقع هذا نائب ابيب اللجنه يداوم من الساعه 8 الصبح يجي يحضر ويقعد في اللجنه ويقعد للساعه 12 وحده الظهر يشرع لي قوانين لا لا خلنا ابو يحيى انت ما يجلس سعيد لنائب انا نائب بس عشان الشارع عشان احتراده وعشان يكتب لي الا الدستور وهو طاعن في الدستور شلون طاعن الدستور طاعن الدستور هذا اللي بيغيره ما ادري بالدستور شلون وهم يقول لك الا الدستور لا لا تعديل لا ما نبي بندستور في مواضيع اخرى ابو جمعه ما يبي خلينا نرجع على الدستور نرجع عفوا مش ابو جمعه نرجع ما تبي السعدون انا بيعقب على كلام قبط عقب تبي السعدون بالنسبه لي انا راي اتهام 10 سنوات لجنه الاسكان اول شيء من الخطا انه يعني هو يقول انا ما ابي السعدون فقط بدون ما يطرح بديل هذه فيها شخصانيه واضحه ان انا ما ابي السعدون ما ابي بديل انا ما ابي السعدون بس هذا نقطه لا 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 لحظه قال لك اي شخص قلت لك رجال رئيس لجنه الاسكان الخيارات واضحه انا قلت لك لا لا يا صقر والحين الراس انا قلت ياخذها ياخذها ما يهمني يقول لك ليش تعطيها السعدون ليش انت ما عندك لا لا هي مو شخص ثاني هو يقول لك معناته تعزيم السعدون اللي صار في السنوات الماضيه خلنا نطلع بشيء مفيد لا ابو يحيى ابو جمعه ابو جمعه نطلع شيء مفيد خلنا نطلع شيء مفيد ما عندي مشكله ياخذها صقر ياخذها الراشد ياخذها اللي ياخذها ياخذها خالد السلطان لكن ما ياخذها السعدون السعدون سوى عنده انتقاد على السعدون مو شخصيه عنده انتقاد على السعدون اتهامه على السعدون وهذا مو الاتهام هذا جدول موجود راي وجهه نظر موجوده في الشارع ليش تبي على السعدون بس بشوف ايش بسوي راي ودي ناخذها اول شيء هذا راي رغم انه شوف تناقضي ها لا هذا ازدواجيه هذا ازدواجيه عندك يا اي لا ما اقول لك انا ودي اخذها بس بشوف ايش بسوي وما بياخذها لاني ادري اللي سواه اللجنه كانت كلها كانت ابو جمعه كانت مطرقه عنده كانت عنده مطرقه في السابق وعمل اللي عمل هذا اللي انت مؤيد ليش السعدون انا برد على اكثر من نقطه عندنا ما عندنا وقت ابو يحيى شوف عندنا وقت الراي اللي طرحه ابو جمعان راي موجود في الشارع موجود متداول ما عندنا مشكله اول شيء من الخطا انك تقول انا ضد السعدون فقط وايد اي واحد ثاني هذا خطا هذا في شخصيه رايي هذا رايي رايي خلاص اسمع رايي خلاص رايي ان هذا شيء خطا اول شيء عدم يعني من الخطا انك تقارن رئاسه المجلس في رئاسه احدى اللجان هذا يعني ما في فرق اصلا طبيعه عمل بس في انطباعيه ما سوى شيء ما خدم الشعب طبيعه عمل رئيس المجلس تختلف كامل على لما يكون رئيس يكون محايد لازم يكون محايد لا او نعم لازم يكون محايد والان هو خرج من يعني هو تكتل الشعبي وكان من نادم من اسقاط الحكومه يعني يعتبر محايد اخوي ابو جمعان ربط ان الصراع اللي صار كله عشان احمد السعدون اول شيء احمد السعدون فقد كرسي الرئاسه من مجلس 99 والصراع احنا بدات ترتفع وتيرته من 2003 من 2006 احنا المشكله اللي عندنا في الكويت بالنسبه لرايي الشخصي هي مشكله صراع على الحكم صراع على الحكم منو راح يمسك دور بعد الشيخ نواف هذا صراع حقيقي اذا احنا نبي نتكلم شفافيه هذا كلام حقيقي كذي لا لا احنا نتكلم على احنا نتكلم على مجلس الامه ما لنا شغل ربط الصراع ان كرسي الرئاسه ان الموضوع هذا كله كرسي مو كرسي الرئاسه مفقود من 99 وان الاحمال ما ارتفعت وزارتها الا من 2006 فخطا ان صراحه الامر نعم لا احنا وصلنا لنهايتنا يعني واخذنا وقت كبير لكن كلمه اخيره وجمعه لكن في عجاله كلمه اخيره اقول وقفوا هالفتنه لا اكثر اقل ما عندي اي شيء غير هالفتنه اللي ما نبيها توصل نعم ما نبيها تتعدى من البحرين تجيها وعسى الله يهدل في البحرين ويهدم نفوسهم ويشيل بشار ويفكنا من شره نعم فقط لا غير مشكورين بيض وجهك وجهك ان شاء الله كلمه اخيره ابو يحيى احنا يعني دركنا الوقت والله انا اول شيء اشكركم على استضافتي انا والاخ المميز صراحه ابو جمعان وانا سعيد جدا اني اكون وياه في لقاء مشترك هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه انا اتمنى من المجلس القادم ابتعاد عن الطرح التطرفي يعني متطرف يعني انا اقول نفسي اقول ان هذا المجلس مجلس متطرف انا اتمنى ان تكون تطرف فتره انتخابات وتكون العمل الجاي ان شاء الله عمل تشريعي وعمل يعني ان شاء الله يسعد جميع المواطنين ويبعد عن التطرف والله ان شاء الله يبعد عنه وانا اتمنى ان الكويت ما تكون ساحه لتصفيه حسابات الدول الاخرى ويجب ان يكون الشعب الكويتي واعي لهذه الحقيقه وبالنهايه اشكر المذيع المتالق ابو فهد الله يعطيك العافيه الله يعافيك طبعا ننوه ايضا مره اخرى ان جميع الاراء تعبر عن راي ضيوفنا وليس تعبر عن راي برنامجنا نعم. وهذا يعني للجميع وللعلم ومعروف هذا وايضا لا يسعنا نشكر ايضا راعي الديوانيه خالد مبارك الدخنان الذي استضافنا في ديوانه العامر وعسى الله يوفقك ان شاء الله على كرم ضيافته الله يتسخر وبالنهايه اعزائي المشاهدين لا يسعنا نشكر ضيوفنا ثامر جمال الحريتي وايضا نشكر ضيفنا مشعل متروك مغردين تويتر مميزين صراحه وطروحاتكم جميله يعني في تويتر وايضا ترى مرشحين من زمان للبرنامج هذا
ونشكركم أعزائي المشاهدين مرة أخرى إلى أن نلتقي إن شاء الله في برامج أخرى من برنامج ديوانية تويتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.